في زيارة رسمية إلى مجلس النواب اجتمع سعادة السيد علي العرادي النائب الأول رئيس مجلس النواب مع وفد حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين وخلال الاجتماع تم بحث المستجدات على الساحتين الخليجية والدولية واستعراض مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين إضافة إلى تعزيز سبل التعاون البرلماني بين مجلس النواب البحريني وبرلمانات الدول الأوروبية الصديقة على كافة الأصعدة تناولنا أه في اجتماع معهم بتوطيد العلاقات بيننا وبين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي وكذلك تطرقنا إلى مواضيع مهمة أتصور من أهم هذه المواضيع هو هي الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ووضع حد لتدخلات إيران تحديدا في المنطقة وقد يعني كانت وجهه نظرهم متطابقه لوجهه نظرنا نحن في مجلس النواب البحريني فيما يتعلق بهذا الموضوع، كذلك تطرقنا عن الحديث عن المنطقه واهميه تعزيز الدبلوماسيه البرلمانيه للوصول الى ارضيات مشتركه نعبر عنها يعني مجتمعين في الاتحادات البرلمانيه ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي. نحن سعداء بوجودنا هنا في البحرين ولقد تبادلنا وجهات النظر مع اعضاء لجنه الشؤون الخارجيه للمجلس ونتطلع الى المزيد من المحادثات نحن مهتمون بقضايا الارهاب ونتشارك مع وجهه نظر البحرين حيال العديد من القضايا والمشاكل خاصه بشان التعامل مع ايران واثرها بالاضافه الي مشاكل اخري استمعنا ايضا لمناقشات مجلس الشورى حول حقوق المراه ولقد كانت زيارتنا ناجحه ومثمره بشكل كبير ان دولنا تواجه اليوم تهديدات ارهابيه ونحن بحاجه الى اتخاذ اجراءات قويه ضد الارهابيين ولقد اثار اهتمامنا الاجراءات التي اتخذتها البحرين خلال الايام القليله الماضيه ضد العناصر الارهابيه المشتبه بها يجب علينا العمل بشكل جماعي للتغلب على هذه الظاهره لان ما يحدث هنا وفي هذه المنطقه يؤثر بشكل كبير على دولنا في اوروبا نحن في الاتحاد الاوروبي نقدم كل الدعم للبحرين في حفظ امنها واستقرارها